وصلنا أخيرا إلى هذا المكان اللي هو طبعا يعني يوثق للقصة اللذيذة والجميلة اللي نغطيها برفقة هذا اليوم. طبعا هذه المنطقة بسبب يعني مناخها وبسبب طبيعتها كانت مأهولة من القبائل البدوية القديمة بالنسبة للرحل، بالنسبة لمن كانوا يستوطنون بهذه الصحراء، لذلك كانت الكثير من القبائل موجودة حول هاي فيض الهدانية. واحدة من هذه القبائل هي قبيلة الهلاليين. قبيلة الهلاليين تسكن بهذا المكان، وكان عندهم طبعا يعني عندهم شيخ، وبنت الشيخ كانت جميلة جدا واسمها عليا. واحد من شيوخ الصحراء يعني بمكان آخر سمع بعليا وسمع بجمالها وسمع ب يعني حسنها، لذلك اجى الى هذا المكان وقعد عند الشيخ ابو عليا لمده تقريبا 7 سنوات حتى يقترب من عليا وحتى يشوفها، ولذلك هو حبها حب عذري وحب بصدق عالي جدا، بحيث هو كبير قومه وشيخ، لكن هو ذلل نفسه لأجل هذه المرأة اللي أحبها. بقول لفترات طويلة طبعا أو لسنوات طويلة يحاول أن يعني يكشف للناس، لكن يصعب عليه الأمر. هذه القصة طبعا ذكرت بواحدة من المقالات الصحفية للصحفي خليل البركات، وطبعا رواها إلى أحد الباحثين وهم من قضاء السلمان. يقول بأنه بعدين بعد تقريبا 7 سنوات، وبسبب طبعا معارضة ابناء عمها، وتعرفون المناخات الاجتماعية أو القيم الاجتماعية بشكل عام لهكذا تفاصيل، لذلك في واحدة من الليالي هم التقوا وغلب عليهم النعاس دون طبعا أن يكون هناك بينهم أي شيء، سواء أنهم يتسامرون ويتكلمون، لكن هم غلب عليهم النعاس، فإجوا عند الصباح لقوهم سوية أولاد عمها، قاموا مباشرة طبعا بقطع رجلها وقتل زيد اللي هو الشيخ، قتلوا زيد طبعا، وهي أخذوها إلى مكان آخر أو خلوها في كهف كان قريب من هذا المكان اللي هي طبعا بها الكثير من المرتفعات والجبال، وخلوها بهذا الكهف. لاحقا طبعا بعد ما يعني انتشر الخبر، وأكيد هو يعني زيد شيخ عشيرة وعنده أهم أيضا أبناء قومه، إجوا إلى هذا المكان للانتقام واشتبكوا مع الهلاليين، وهذه طبعا المعركة خلفت أكثر من 100 قتيل كانوا على خلفية مقتل زيد وعليا.